الخير زميلتي مريم غراز في الاستوديو المركزي لقناة شروق نيوز. مساء الخير لكل المشاهدين مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. وزارة الاتصال تنظم ندوة وطنية حول الإعلام وتحدياته. الشيء المميز في هذه الندوة أنه تم تكريم قناة الشروق، تم تكريم عائلة الصحفي الفقيد مؤسس قناة الشروق الأستاذ علي فضيل. أيضا جزئيات عديدة شملتها هذه الندوة. وزير الاتصال تحدث على برنامج رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإعلام، قال أنه فيه العديد من التحديات، فيها العديد من الأمور التي ستقام في قطاع الاتصال بصفة عامة في الجزائر. يحضر معي في هذا المباشر زميلتي مريم غراس مناف فضيل نجل الراحل مؤسس قناة الشروق الأستاذ علي فضيل. مرحبا بك مناف. أهلا فيك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر وزارة الاتصال على هذه المبادرة الطيبة، وخاصة السيد الوزير محمد العقاب على هذه المبادرة الطيبة، تكريما لجهود الراحل المرحوم علي فضيل. يعني كما قلت لك الشروق بدأت كفكرة، يعني كفكرة بسيطة، إلى أن طبقت وتطورت إلى أن وصلت إلى مجراها اليوم، إلى أن أصبح أكبر جميل. أكبر مجمع في المغرب العربي. جميل مناف، سنتحدث عن تأسيس قناة الشروق، سنتحدث عن الرمزية التي يحملها هذا تكريم. أيضا معي في المباشر الأستاذ خالد بن ققا كاتب صحفي، كانت عندك مداخلة قوية جدا في المحاضرة. أستاذ مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا بك، الله يسلمك. شكرا جزيلا. نبدأ بمناف، تكريم قناة الشروق بعد مسار حافل من الإعلام الهادف التي قدمته هذا القناة تحت لواء الراحل علي فضيل. تكريم مثل هذا يحمل الكثير من الرمزية للعائلة، الكثير من الرمزية للقناة. حدثني عن الرمزية هذه اللي مثلها لكم تكريم هذا سيد مناف. بالطبع، يعني كتكريم هذا يعني نعتز به كعائلة كلها، يعني من طرف الوزير وتحت الرعاية السامية لسيادة الرئيس نجيب تبون، يعني شهادة نعتز بها كعائلة كل، وحتى الأسرة الإعلامية الجزائرية. من جانب آخر، رمزية كبيرة، قلنا أنه قناة الشروق من القنوات اللي دشنت الإعلام الخاص. أستاذ علي فضيل كان عنده معترك خاضه، تحدي خاضه، ربما كان يكلمك على هذه الأمورات في المنزل. ما هي أبرز الأفكار ولا أبرز القصص اللي تستشهدها على الفقيد الأستاذ علي فضيل؟ يعني كانت في المسار تاع الوالد كانت كثير من التحديات ومن العقبات اللي واجهها هي، يعني حتى لو كان نذكر فيهم ما يكفيش الوقت، انه ما تكفيش الوقت. كانت كثير من العقبات وكثير من الامور. هو مشوار الألف ميل بدا بخطوه. بالطبع اكيد اصبحت كيان. بالطبع اكيد، يعني كما قلت لك بدات بخطوه، ان تطورت واصبحت كما رأينا اليوم إن شاء الله. شكرا جزيلا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شيء كبير، صرح كبير، أصبحت قناة الشروق صدى إعلامي كبير في التضامن وفي الرسالة الإعلامية اللي تقدمها. أيضا شفناها في القضية الفلسطينية والدور الكبير الذي أسهمته من ناحية جمع التبرعات، من ناحية التوأمات اللي قامت بها، فائدة كبيرة. شكرا، شكرا، الله يخليك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك مناف. أنتقل إلى ضيفي الثاني زميلتي مريم غراس الأستاذ خالد بن ققا. أستاذي المحترم علي فضيل كان من أبرز الصحفيين الجزائريين، كنت تعرفه شخصيا ربما؟ أعرفه جيدا طبعا. لا، هو قام إعلامية بلا شك، قام إعلامية بلا شك، ويعني ربما إذا قلنا أن هذا الندوة أهم ما فيها هو هذا التكريم بالنسبة لي على المستوى الشخصي، يعني حتى أهم المشاركة في الندوة والمحاضرة لما تميزت بها العلاقة من أخوة وحميمية. طب إذا جينا نتكلم عن التحديات الإعلامية، وذكرتم أنتم كنت تسألوا مناف الآن حول التحديات الإعلامية، احنا قابلناها بداية في الشروق العربي مع الأستاذ علي فضيل رحمه الله، وهو إذا أردت أن يكون لديك إعلام مستقل أن تكون تملك الجرأة. ما ميز علي فضيل وتركه ناجحا هو الجرأة، جرأة الإعلامي، وعدم الخوف لا من سلطة الرقابة، لا من سلطة الآخر، لا من سلطة جماعات، يعني كان، وناهيك على أنك يكون لديك نوع من الإبداع والاجتهاد الممكن.
لنرجع لموضوعنا اليوم بالنسبة للندوة. الندوة طبعا أنا أرى أنه دكتور العقاب اليوم يخطو خطوات ميدانية، يعني الانتقال من قانون السمع البصري إلى تنفيذ هذا عن طريق تجميع الأسرة الإعلامية. وأنا بالنسبة لي كانت المداخلة حول المشهد، موقعنا في المشهد الإعلامي العالمي، ما السبيل إليه؟ كيف يمكن نصير جزء منه؟ نحن إذا لاحظنا على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تحديدا سوف نجد أن الجزائر مشاركين بكثرة مثل كل العالم، وقنواتنا أيضا الخاصة والعامة موجودة، ولكن هل سيظل هذا الحوار حوار بيننا، حوار دفاع الوطن بنوع من الوهمي بوهمية، نوع من الوثنية التي يسميها، نوع من الصنمية الأوطان؟ لا، يعني أنت ممكن أن تكون تدافع عن الوطن بحرية ومسؤولية، والحرية والمسؤولية تبدأ في تصليح العلاقة، أو أن تكون هناك علاقة بين صانع القرار وصانع الفعل الإعلامي. ما لم تكن تمد جسور وتصبح هذه العلاقة سوية فلن نصل إلى نتيجة، أو سوف نظل في هذا التذبذب. هذه واحدة. الأخرى أنني من التحديات التي تواجهني أنني كي أصبح جزء من العالم، العالم يطبق إيديولوجيته ورأيه، ولكن فيه مساحة ما من إتاحة أنك تعطيني فرصة أنني أخذ الخبر أو غيرها أو كذا، أو أحصل على المعلومة تحديدا. أنت ما لم تتح لي المعلومة فأنا أفكر ليلة ونهار كيف تحصل. إذن أنا أحاول أن أعمل ما أسميه أنا بنوع من الاختراق. أستاذ، لما تحدثت على الإعلام العالمي لاحظوا أنه في القضية الفلسطينية فيه ازدواجية صارخة للمعايير في التعامل مع المضامين التي ربما تأتي من القضية الفلسطينية. الإعلام الغربي لم نشهد مرحلة سابقة كهذه. أستاذ نبيل، هذا يبدو لنا فقط، لهذا الواقع. يعني نحن نريد الغرب أن يكون معنا؟ يعني ما هذا الذي نريده؟ يعني أنا أولا دعنا نوضح المسألة هذه، ممكن تكون غير واضحة لهذه الناس. لماذا يساعد غرب إسرائيل؟ لسببين رئيسيين. السبب الأول يتعلق بالجانب العرقي أو الجنسي أو الديني، بمعنى أنه لا يريد أن يكون اليهود في الغرب مرة أخرى فأنشأ لهم دولة. الأمر الثاني يتعلق بأنه كل ما أصبح لديك عدو أنا استطعت أن استغلك في المواقف إلى غير ذلك. بالنسبة للإعلام الغربي طبيعي متأخذ موقف إيديولوجي، ولكنه يا نبيل يظل مريح، يعني مريح رغم العداوة، هو أخذ موقف. لكن نحن الآن خوفي أن يظل الحوار بيننا يدور بيننا داخل المجتمع العربي وندافع عن القضية الفلسطينية وهناك حماس إعلامي لها وغيرها كذا، ولكن ما تبعات هذا الحماس الإعلامي؟ ما تأثيره على صنع القرار السياسي العربي؟ ألا تعتقد أنه في التعامل مع الحروب الصحفيين العرب وللقنوات العربية، شفنا القنوات الجزائرية تعاملت باحترافية كبيرة في التعامل مع القضية الفلسطينية، ألا تعتقد أنه الصحفيون العرب في حاجة إلى التكوين في التعامل مع الحروب من ناحية المصطلحات، من ناحية شيء مثل هذا أستاذ؟ لا صحيح، صحيح، نحن في حاجة إلى هذا، وفي حاجة سواء على مستوى القنوات الخاصة أو قنوات الدولة والقطاع العمومي، ومطلوب أن تكون فيه على دورات تدريبية أو حتى ممكن مركز لهذا الأمر، لأننا أنا في تصوري مقبلون على مزيد من الحروب في السنوات القادمة، حروب دموية أيضا، سواء في المحيط العربي أو حتى في محيطنا الإقليمي، يعني إفريقيا أو جغرافيا. وحتى غير هذا أنك أنت تستعد للحرب مثل ما أنت تستعد للسلم، فيجب أن تكون لديك ثقافة، بمعنى أنه الصحفي منتظر الحدث ممكن يقع في أي لحظة، أي حدث منه، فعليه أن يكون جاهز في كل لحظة. فبالتالي على مستوى المؤسسات أيضا يجب أن تكون جاهزة، مثل ما أنت عندك بأبسط الأشياء عندك مهرجان فني، فيجب أن يكون لديك صحفيين متخصصين للحروب، صحفيين متخصصين للعمل الفني، صحفيين متخصصين للرياضة، لا يكون هذا التداخل أنني أنا نبيل والله ممكن ينفع. الآن نحن في العالم الغربي الذي ننتقده الناس تتخصص في الإعلام في أبسط جزئيات، بمعنى أنه لنفرضناه يتكلم على الجماعات الدينية، سوف يتخصص في الجماعة الدينية الفئوية الصغيرة التي هي فرع من جماعة من فهذا الفرعية، هذا التخصص يعطيك القدرة على أنك تجمع كميات معلومات كبيرة ويمكن أن توظفها، والناس محتاجة إليك في هذا الوقت، لا تحتاج إليك في الشق الخبري، الخبر تحتاج، لكنها تحتاج إليك إلى ما وراء الخبر، ماذا في التحليل. تمام. أستاذي المحترم، شكرا جزيلا على مرافقتك لي في هذا المباشر في هذا اليوم المميز. زميلتي مريم غراس مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. شيء جميل أن يحضر كل الفاعلين في الساحة الإعلامية، والشيء الأجمل أن يتم استذكار فارس من فرسان الساحة الإعلامية الجزائرية، مؤسس قناة ومؤسس مجمع الشروق الأستاذ علي فضيل. هذا ما لدي لحد الساعة. زميلتي مريم غراس لك الكلمة.